وكل الخير والرضا دوما يتجدد اللقاء مع حضراتكم. خلوني اقول يعني انا ما بين ان انا مبسوطه وقلقانه، لان واحنا بنتدرب مع بعض على فكره البوصله اللي في ايدينا بحس ان حماسكم احيانا كتير بيسبق بين السطور، ومطلوب في كل اللي جاي ان بين السطور هو اللي يسبق الحماس، لان الحماس دايما بيكون مرجعه الاندفاع، الهوى. طيب انا بقول الكلام ده ليه؟ لان اعتقد اللي دخلوا على صفحتنا من امبارح للنهارده ما بين قلقانين لاكون انا يعني خدعت بشكل او باخر بمشهد غزه، وازاي انا اكون جزء من نقل هذا المشهد. خلونا نقف مع بعض هنا شويه ونقول ان المعيار اللي بنتكلم فيه هو احنا عايزين بين السطور، مش بمعنى اسم البرنامج لكن بمعنى المضمون، الوقوف على التفاصيل، يسبق الحماس والاندفاع، ولا احنا مشغولين بالحماس والاندفاع؟ انا من المدرسة اللي بتقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ومش مستعجلة لان السياسة عنوانها البارز طول الوقت هي فن المصلحة وأداتها هي الفعل المتغير. فالصورة اللي قدامكم دي أنا كان يهمني فيها آخد علم بلدي والسلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، الحكومة المقالة في القطاع اضطرت إن هي تقدمه، ولأن هي ما تقدرش تكمل للآخر فقلنا إن لا يحق لإسماعيل رضوان أو غيره إنه يتكلم دون أن يذكر قيادة هذه الدولة، لأنها دولة بيكلمنا كشعب، لأنه هو تنظيم وجماعة، لكن إحنا دولة من 10,000 سنة مش من 6 ولا 8. وبالتالي كان لازم عين بين السطور تبقى موجودة. صحيح ما قدرتش تبقى موجودة بطبيعتها لان كان لازم ننقل كل المشاهد، لكن النهارده هنبقى موجودين وبشكل كويس. وعلشان الحكايه تبقى واضحه قدام عينيكوا، وانا فرحانه بيكوا جدا ان انتوا قلقانين علينا كفريق عمل لنكون بيضحك علينا، تعالوا نبدا الحكايه وبهدوء. عنوان المشهد في الاقليم من زمان اسمه الجائزه الكبرى مصر، وفي الجائزة الكبرى اللي هي مصر دي لازم ناخد بالنا، مصر لازم يبقى في المقابل إسرائيل، وقلناها مرارا وتكرارا وهنقولها تاني وتالت وباستحياء. وبعيد عن الصورة اللي قدام كل، ياريت المخرج يسيبها ويرجع لي، تبقى الحكاية مختلفة، لأن من مصر هنا وإحنا بنتحرك لازم ناخد بالنا ان كمان القوة الاخرى في الاقليم تنتبه لكل حركتنا وتتحرك. اللي بتقوليه ده انا هقوله قد ما اقدر اقوله، لان ما ينفعش يتقال بوضوح جلي. طيب علشان تبقى الحكاية واضحة قدام حضراتكم، تحبوا نبدأها من الاحدث ونرجع لورا شوية؟ تعالوا نبدأها من احدث حاجة. قبل الهوى بساعتين كان في خبر بيقول ان اسرائيل اوقفت صحفي قناة الجزيرة العاملين في اسرائيل، والخبر ده على عهدة سبوتنيك الروسية، وقال كمان ان اسرائيل قررت اغلاق مكاتب قناة الجزيرة من ساعتين. الخبر ده بيقول حاجة؟ الخبر ده يخلي وش امان الخياط يضحك الضحكة دي؟ ما بين الضحكة دي سطور كتير، وأنا معتمدة على ذكائكم فيها. لو كان ده مطلب القوى الرافضة لتمويل الإرهاب واللي واقفة في وش قطر، وقطر حليفة إسرائيل رقم واحد بتقول طول الوقت أنا لن أستجيب لذلك، فأول حد يطبق ده تبقى إسرائيل. هل من معنى يا مصريين؟ هل مطلوب تبصوا كويس؟ طيب يبقى السؤال اللي بيفرض نفسه التاني، هل توقيت اعلان اسرائيل بعد احتفال غزة يقول ان في تنسيق بشكل او باخر بين الحدثين؟ مش هنستعجل في القفز على النتائج،
لان المنهج العلمي والبوصله بتقول ان علينا ان احنا نكون مفتحين قوي علشان نشوف كويس ونرصد النتائج معا. طيب لو ده اللي من ساعتين، هل المفروض نبص على اللي قبله؟ لان الحكايه كلها نجمع الصور، هنعرف ليه مشهد غزه امبارح بالنسبه لنا في بين السطور كان لازم عينينا تكون جواه مش اكتر. نرجع ورا شويه، ورا قرار الجزيره بتاع اسرائيل، هنلاقي ان الدوله المصريه كشفت خلال ترقصها للجنه مكافحه الارهاب يوم 28 يونيو في الامم المتحده، كشفت عن الدور القطري في دعم وتمويل الجماعات الارهابيه في ليبيا، والكلام ده كان في جلسه مجلس الامن الخاصه بليبيا. طيب يوم الثلاثاء 1 اغسطس اعلنت مصر ان هي هتطالب مجلس الامن الدولي بتقييم العقوبات المفروضة على عدد من الدول في إطار جهود الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. يوم الأربعاء 3 أغسطس تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي وللأمين العام للأمم المتحدة ضد مصر، اتهمت فيها مصر باستغلال عضويتها اللي مكملة لحد 31 ديسمبر نهاية السنة دي للمجلس في تسييس القرارات الصادرة عنه، واتهمت مصر مباشرة بتعمد تعمد إيذاء قطر واستهداف قطر، وقالت بشكل مباشر ان ده تسييس وان إدارة مصر تعني تسييس القرار الأممي. طيب يوم السبت 5 أغسطس رد السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم على الاتهام القطري وقال كلام مهم شويتين ثلاثة، قال إن رسالة الدوحة لا تستحق الرد، لكن مصر بما إن هذه الرسالة أودعت في مضبطة الأمم المتحدة بوصفها وثيقة فوجب الرد. وهنا احنا محتاجين نقف شوية ونتأمل كويس قوي، هو ايه التحرك الدبلوماسي المصري اللي بتتحرك فيه مصر المجلس الامن الدولي علشان تحاصر؟ هل يا ترى الحصار لقطر وتركيا ولا الحصار بيشمل كل الكيانات التي يصلها دعم وتمويل وتستطيع الحصول على سلاح؟ وهنا هرجع للنقطة الأولانية، هو السلاح اللي بيخش غزة كله بيخش عن طريق الحدود المصرية ولا في جزء منه بيخش عن طريق إسرائيل؟ وهل خفي على الجميع أن هناك علاقات بشكل أو بآخر تخفت وتعلو مع بعض الشخصيات على سبيل المثال وليس الحصر فتحي حماد وزير داخلية حماس تربطه علاقات وثيقة مع إسرائيل؟ طب مش بعض قطع التسليح اللي موجودة في القطاع هي نفسها قطع قديمة من قطع الجيش الإسرائيلي بيتم بيعها بين تجار السلاح داخل هذا الكيان؟ يعني العقوبات اللي مصر نجحت في استصدارها من الأمم المتحدة بتقول إن هذه التنظيمات هيطلها ما يطلها، وإن هذه التنظيمات هيكون مطلوب نعرف هي موجودة على أرض مين. يعني هل قطاع غزة أرض تحت الاحتلال ولا هو أرض حرة مطلقة؟ وإذا كان أرض تحت الاحتلال فيا مصريين يلي على راسي من فوق، تحت أي احتلال؟ وإذا كان تحت الاحتلال فمن هي الدولة المسؤولة عنه؟ وإذا كان القرار أممي فأي صعوبة هتكون على هذه الدولة؟ يعني قرار الجزيرة ومن قبله الموافقة على ظهور هذا الاحتفال كان حاجة ما بين سطورها كلام تقيل قوي؟ أيوة، يعني مش مطلوب
من ظهير دولتنا انه يشغل باله لا تكون دي نوع من المصالحة مع فصيل. هرد واقول الدولة دي قالت كلمتها من زمان، هي لا تتفاوض الا مع السلطات. امال المشهد اللي احنا شفناه ده ايه؟ ده بيقول بقوة ان حضور مصر بكامل هيبتها بعد هذا الدعم من الامم المتحدة لرؤية مصر للارهاب والاستصدار هذا القانون بيملي على الجميع الاذكياء وليس من دون ان ينتبهوا ويبدأوا يقدموا سيناريوهات بديلة. طب ليه بتقولي اذكياء وربما في كيانات اخرى ما وصفناهاش نفس الصفة؟ لانها موجودة بس ليس كل ما يعرف يقال، خاصة ان احنا سمنا بين السطور. طيب ده كله بيلقي بظلاله على ايه؟ على الداخل المصري. وقبل ما هروح للداخل المصري عايزة اوريكو ان الدولة دي دولتكو اللي لازم تبقى عندكم شعور بالفخر انها وسط كل الحرب اللي بتعيشها بتعمل هذه النجاحات الحقيقية الدبلوماسية وغيرها وتحقق بيها منجز. ده معناه ايه؟ ان عندها ادلة، ادلة حية وادلة مصورة ست وصورة وادلة وثائق احيانا بنشوفها مع اخرين وادلة كتير. الادلة دي بتربك ولا ما بتربكش لانها وثائق؟ طيب عايزة اوريكم بقى جزئية من الادلة دي ممكن تكون اتذاعت قدام حضراتكم كتير بس ما وقفتوش عندها بما يستحق، لكن لازم اقول لكم ان انا فرحانة بغضبكم وبخوفكم وبقلقكم على بلدكم، بس اياكم ان تسمحوا لانفسكم ان تتشككوا في ان القائمين على ادارة هذا الملف وعلى رأسهم المكلف بكل اللي فات بقياس النتائج هو اللي بيحقق نتائج، فيبقى مش معقول ابدا ان احنا نقبل المسألة بهذا الشكل. علشان كده تعالوا اوريكم هي قطر متورطة من امتى وازاي، ولو المسألة بتبان انها فترت قليلا هل هي فترت علشان يبقى في مزيد من المكاسب للراعي الامريكي للمشهد ولا فترت لانها رايحة لتغيير مواقف؟ عايزاكم بس تشوفوا معايا الفيديو ده. وزير داخلية قطر هو اللي بيمول القاعدة بوثائق وباعتراف امريكان انفسهم. كانت قطر بلدا صغيرا نادرا ما يأتي الناس على ذكره. في تلك الفترة كان الشيخ عبد الله بن خالد الثاني وزيرا للأوقاف، ومثله مثل كثيرين كان معروفا عنه تأييده ودعمه المالي للمقاتلين في أفغانستان ضد الاحتلال السوفيتي. وصف ريتشارد كلارك المدير الأمريكي السابق لمكافحة الإرهاب عبد الله بن خالد الثاني بأنه يتعاطف بشدة مع أسامة بن لادن ومع المجموعات الإرهابية ويلجأ إلى تحويل الأموال إلى واجهات لتنظيم القاعدة وهي في معظمها تدعي أنها جمعيات خيرية. في عام 2004 أخطرت الحكومة الفرنسية أجهزة الاستخبارات البريطانية بأن وزير الداخلية القطري عبد الله بن خالد الثاني كان معروفا بكونه متعاطفا مع المتطرفين الإسلاميين، وجاء هذا التقييم الاستخباراتي بعد محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها نجل الزعيم الليبي السابق سيف الإسلام القذافي، حيث تسربت معلومات بأن الحكومة الليبية ربطت بين قطر والخلية الإرهابية التي حاولت اغتيال سيف الإسلام. كما اعترف بعض مسؤولي مكافحة الإرهاب لصحيفة نيويورك تايمز بأن عبد الله بن خالد استضاف ما يقارب 100 من المتطرفين والإرهابيين في مزرعته في قطر. تدعي صحيفة التلغراف البريطانية في مقال لها في الأول من فبراير عام 2011 أن وثائق سرية حصلت عليها من ويكيليكس تظهر أن 3 قطريين قاموا بعملية استكشاف لمواقع الهجمات، خاصة مركز التجارة العالمي والبيت الأبيض والبنتاغون ومقر السي آي إيه. كما تدعي أنهم قاموا بتقديم الدعم لمنفذي هجمات سبتمبر،
وتكشف صحيفة التلغراف أنهم غادروا الولايات المتحدة بعد الهجوم إلى لندن ومنها إلى قطر. لكن صحيفة التلغراف تقر بأن أي من هؤلاء القطريين الثلاث لم يتم ذكره بالتقرير النهائي للجنة التحقيق في أحداث سبتمبر. فهل كان أي منهم مرتبط بوزير الداخلية عبد الله بن خالد الثاني؟ طبعا انا اتمنى ان انتوا تشوفوا الموضوع كله، واحنا واخدين يعني جزء او مقطع، لكن ده بيقول كويس قوي بشكل واضح انه ده كمان قطر هتشيل جزء كبير جدا وبوثائق من ملف هجمات الحادي عشر من سبتمبر. فالمسألة بتكبر وبتوسع. احنا في مصر هل المسائل عندنا منتهية ولا الاشاعات شغالة؟ لان ده الحرب اللي بيحاولوا يعملوها معانا بعد ما فشلوا في حاجات كتير. في الحرب اللي شغاله معانا لو انتوا فاكرين قعدوا يشتغلوا علينا وعليكم لفترات طويله جدا، ونشطت مره اخرى على فكره الاختفاء القسري، وكل شويه الاختفاء القسري ما يبقاش مقصود منه اي شيء غير تحميل الدوله واجهزتها الامنيه المسؤوليه المباشره عن عمليه الاختفاء. واعتقد ان اللي بيتابعوا الجماعات اياها هيبقوا انتبهوا كتير انه كان في حديث عن اختفاء لشاب تم العثور عليه في طريق القاهره الفيوم، ويعني الناس كلها بتتكلم ان ده كان حاله من حالات الاختفاء القسري. القصه دي اتكلمت كمان ان هذا المواطن اتعرض للتعذيب. الحقيقة إن أجهزة الأمن المعنية بالحفاظ على الأمن الاجتماعي في البلد خدت قرارها مباشرة بضرورة التنسيق مع قطاع الأمن العام لتقف على تفاصيل وكشف هذا الحادث، وبسرعة تم التوصل لتحديد هوية جثة اللي تم العثور عليه، واتضح إن هو ثروت سامح السيد أحمد اللي عنده 21 سنة وإنه مقيم في دايرة أكتوبر في الجيزة، وإن هذا الشاب كان بيتردد على منطقة المقابر في طريق القاهرة الفيوم اللي بتتبع دائرة قسم 3 أكتوبر الجيزة، وكان بيتردد لتعاطي المواد المخدرة. أنا عايزاكم تسمعوا من الشهود، علشان مش علشان تعرفوا الواقعة دي تحديدا، بس علشان البوصلة بتاعتكم تبقى عندها المناعة الكافية أول ما يرمولنا كلمة نبقى فاهمين قبل ما نتسرع في الرد، لأن احنا اتفقنا من بداية الحلقة ان احنا عايزين بين السطور يسبق الحماس والانفعال، عشان هتكتشفوا ان ده كان شاب ضمن مجموعة من اللي بيتعاطوا المخدرات، وان محاولة صناعة ريجين منه او نموذج خالد سعيد مرة تانية، احنا بقى عندنا مناعة ضد هذه النماذج، لكن هم مصرين يشتغلوا بصندوقهم القديم. تربص واضح بأجهزة الدولة تجلى واضحا من خلال حادثة العثور على جثة لأحد الأشخاص مجردا من ملابسه بطريق القاهرة الفيوم، وبها آثار لسحجات وكدمات متفرقة لم تترك الجماعات المتربصة بمصر الفرصة. أغرقت مواقع التواصل الاجتماعي بصراخ وعويل تتهم الأجهزة الأمنية بتعذيبه وإلقائه في العراء، والتقطت برامجهم الخيط وبدأ تكييل التهم للأمن في محاولة لصناعة شهيد أو أيقونة لإثارة الرأي العام ضد الدولة ولكشف الملابسات أمام الرأي العام للوصول إلى الجناه. فقد كثفت الأجهزة الأمنية تحرياتها، والتي خلصت إلى أن المجني عليه طالب كان دائم التردد على منطقة المقابر بطريق القاهرة الفيوم بالجيزة لتعاطي المواد المخدرة. شهود الرؤية أكدوا قيام عدد من الأشخاص يستقلون سيارة نقل محددة الأرقام بترك المجني عليه في حالة إعياء شديدة مكان العثور عليها. قال احنا هنطلع لك العربية بس في واحد تعبان هتاخده معاك يا حد بره. قلت له ماشي، انت كده لا تشكر. طلع العربية وقال لي اركب انت بقى عطار وامشي ورايا لحد ما نوصل للوادي. وجبت عطار ومشيت ورا زي ما قال لي يا باشا، ولقيت واحد مرمي جنب العربية عربية تاني. قال له اهو في اتنين هيركبوا معاك يوريكوا الطريق كمان، وهتودي الواد ده على الطريق وتسيبه وتمشي ومالكش دعوة بأي حاجة انت. تم ضبط السيارة وعدد من الأشخاص الذين تركوا المجني عليها، وأقروا بأنه أثناء ترددهم على منطقة المقابر لشراء المخدرات من أشخاص محددين بالمنطقة
طلبوا منهم إلقاء المجني عليه، والذي كان في حالة إعياء شديد بالقرب من إحدى نقاط الإسعاف بمكان العثور عليه. وقالوا إنهم شاهدوا شخصين محددين يقومان بالتعدي بالضرب بالصوت على المجني عليه. كنت رايح أجيب، أنا بتعطى من التراب العطري أكتوبر، وأنا داخل سمعت واحد بيضرب عند العرب، كان بيصرخ. بس دخلت حتى فتت المخرجات، خرجت لعند البركن، هم دوروا عربياتهم جايين ورايا، العربيتين جم عند البركن، عربية وقفت عندنا، نزلت ولد على الأرض. قضية تؤكد مدى المحاولات المستميتة من الجماعات الإرهابية لإسقاط أجهزة الدولة بالأكاذيب والإدعاءات، لكن سرعة كشف ملابسات الحادث أسكتت هؤلاء سريعا قبل التمادي في كذبهم. طيب احنا اللي يهمنا من الموضوع ده صراحة انه لازم مناعتنا تبقى اقوى من فكرة الشائعات طول الوقت، علشان احيانا بنسيب نفسنا لطرح السؤال الخطأ اكتر من مرة. يعني اعتقد ان المستشار طه الخطيب مرارا في مداخلات مع برنامج بين السطور قال دوروا على اي واحد في اختفاء قصري في يعني ثلاث اماكن، اما انه ضمن الجماعات الارهابية في سوريا او في ليبيا، او انه زي هذا الشاب يكون من الشباب اللي بيتعاطوا وبيعيشوا الامور اللي ده جزء من اساسي من مكون الجريمة الجنائية. طيب ده كله بيقول لنا ايه؟ ان كل اللي احنا بنعيشه ده لان البلد عندها عقل ولديه خطة، والدولة تتحرك لتحقيق اهدافها حتى لو لم تعلن عنها. علشان كده ما تنسوش ابدا اللي بيحصل في الامم المتحدة، ولا المواقف اللي مصر بتحصل عليها في الامم المتحدة، ولا كمان المستجدات ان اسرائيل تخرج من خلف الستار احيانا لتبدو بوجهها بشكل مباشر زي ما حصل مع قناة الجزيرة من ساعتين، وايه علاقة ده كمان باي مستجد بيحصل في الاقليم. تفاصيله هنعرفها اكتر بنوع من التحليل مع الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الاستاذ محمد جمعة بعد الفاصل. كل الخير، رجعنا لحضراتكم، وسريعا هنروح للاستاذ محمد جمعة الخبير في مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه اللي منورنا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. خليني اسالك بشكل سريع الاول، اسرائيل، مصر، قطر، الازمه القطريه الخليجيه المصريه في علاقه؟ هل من اي خط كده ولا احنا بنستعجل بالقفز على النتائج؟ يعني بالتاكيد في علاقات وفي تشابكات، يعني في الازمه القطريه الاخيره مع مصر ودول الخليج ما يسمى بالسيادة القطرية أشهرت فقط في مواجهة الأشقاء الذين يطالبون الذين لا يطالبون سوى بسياسات حسن الجوار والحفاظ على الأمن القومي. أشهرت السيادة القطرية أو ما يسمى بالسيادة القطرية في مواجهة الأشقاء فقط، في حين مطالب إسرائيل كاملة تم من قطر تم الانصياع إليها كاملة. ومن يراجع قوائم الحمسويين الذين طردوا من الدوحة هي ذات الأسماء التي وردت في تحقيقات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تحديدا تلك الكوادر التي لها بعض النشاط في الضفة الغربية. الأمر الآخر، لا، الدور القطري في غزة دور مطلوب بالحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية. ما تستهدفه إسرائيل بالضبط، اليمين الإسرائيلي يقتل حل الدولتين، وفي المقابل لكي يتمكن من هذا لا بد أن يسعى جاهدا إلى تكريس الانقسام وأن يفك اشتباك غزة مع إسرائيل بالمعنى الديموغرافي. من لعبت هذا الدور ووفرت هذه البضاعة لإسرائيل طيلة العشر سنوات الماضية من خلال الحفاظ على سلطة حماس في قطاع غزة ودعمها بكل ما تحتاجه هي قطر. وبالتالي بالحسابات الاستراتيجية الدور القطري في غزة ظل مطلوبا من قبل إسرائيل. الأمر الآخر، الحقيقة أنا أخشى ما أخشاه، إنه
انا يعني الدور القطري لا اريد ان استفيض فيه كثيرا لانه بات باهتا ومعروفا للجميع تفاصيله كثير وتفاصيله كثيرة، لكن ما اخشى في هذه المرحلة انه المشروع الوطني الفلسطيني اصبح يسجل في مرماه الكثير من الاهداف بايدي ابنائه الحقيقة وليس اعدائه، من خلال هذه المراهنات على قطر وتركيا، على قطر، على ادوار خارجية وإقليمية، الجميع فيها يتلاعب بالورقة الفلسطينية، الجميع يتصارع على حيازة الورقة الفلسطينية. شهدنا في آخر جولة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في العام 2014 مؤتمر باريس الشهير طبع. الذي غابت عنه مصر والسلطة الفلسطينية وحضرت الأردن وحضرت قطر وتركيا نيابة عن حماس وعدة أطراف أوروبية. طيب اسمح لي بس اعمل عليها هايلايت، معلش استاذنك يعني، ارجو بقى وحضراتكم تسمعونا دلوقتي ناخد بالنا، لان في السياسه التفاصيل اللي بين السطور كتيره جدا، يعني في لعبه الحرب الدائمه ما بين قطاع غزه واسرائيل واللي هي بتشكل بشكل او باخر مكاسب للطرفين حتى وان بدا مشهد دموي، في حقيقه الامر انتهى بمؤتمر باريس. في مؤتمر باريس كل الدول اللي ليها دور حقيقي، دور فرضته الجغرافيا كمان مش بس البعد القومي، كانت غائبة عن هذا المؤتمر. ومين اللي كان حاضر؟ كانت قطر وتركيا. اتفضل. جرى في هذا المؤتمر محاولة استطلاع ممكنات إبرام صفقة بخصوص غزة، لأنه بالحسابات التركية والقطرية إقامة دويلة للإخوان المسلمين في جنوب شرق البحر المتوسط هذا مكسب بحساباتهم هم، ولو حتى على أنقاض المشروع الوطني الفلسطيني. بالمقابل ماذا فعلت مصر طيلة السنوات العشر منذ وقوع الانقسام؟ لم تألو مصر جهدا من أجل إنهاء هذا الانقسام، لكن للأسف الشديد هذا الدعم الخارجي بقي يعمل بقي يؤثر سلبيا على هذه الجهود المصرية. كلنا فاكرين الحسابات الفصائلية الضيقة حالت دون إنجاح هذه الجهود التي بذلت من قبل القاهرة منذ 2008، وحتى عندما وقعت حماس على ذات الورقة التي كانت قد رفضتها، عندما وقعت حماس على الورقة التي أعدها الجانب المصري في مارس 2011، وهذه الورقة كانت قد أعدتها المخابرات المصرية في أكتوبر من العام 2009 ورفضتها وهي نفسها حماس، وهي ذات الورقة. الآن منذ الانقسام وحتى هذه اللحظة فرضت علينا على حدودنا الشرقية حالة واقعية غير قانونية أثرت وما تزال تؤثر على الجوار السيناوي. طبعا. وليسمح لي كل الإخوة الفلسطينيين، وأنا أدرك أن الأغلبية الساحقة حتى من أهل غزة تحب مصر طبعا وتتمنى الأمن لمصر، لكن لدينا قتلى، لدينا أسماء ليس لم تعد الأمور، لم نعد هنا نتحدث عن مجرد تقارير هنا أو هناك، إنما لدينا أدلة، لدينا بالأسماء، احنا لدينا أدلة حية. يعني أنا على سبيل المثال في هذكر أسماء: طارق بدوان، أبو مالك أبو شويش، عبد الإله قشطة، دول لدى الجانب المصري. هذه أسماء كانت من العناصر التنفيذية سابقا في كتائب القسام، وتم تصفيتها في سيناء باعتراف أنصار بيت المقدس نفسها التي نشرت صور وأسماء هؤلاء عندما تأزمت العلاقة تكتيكيا بين حماس وبين تنظيم أنصار بيت المقدس. لدينا معهد دراسات الحرب في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعروف رصانة هذا المعهد وكتاباته البحثية. في مارس 2016 أشار، ولئن كان لم يحدد من هي الجهة الأمنية التي أمسكت بهذا الخطاب، خطاب موجه من أحد العناصر المنتمية لتنظيم أنصار بيت المقدس، غاضب، هو يوجه هذا الخطاب لأبو بكر البغدادي اعتراضا منه وغضبا منه على استمرار التعاون بين
أنصار بيت المقدس وبين حركة حماس التي سماها في هذا الخطاب بأنها حركة مرتدة. في حادث كرم القواديس أكتوبر 2014 لدينا 31 شهيد من أبنائنا، 26 مصاب. محمد أبو سنيمة، رشاد أبو سنيمة، كلاهما من العناصر التنفيذية اللي كانت السابقة لكتائب القسام وقد شاركت في هذا الهجوم. حتى حارس رفح الأخير يوم 4 من الشهر الماضي هناك عناصر فلسطينية شاركت. وبالتالي المهرجان الذي شهدناه بالأمس الحقيقة هي رغبة، يعني يعكس من المعاني التي يعكسها ضمن معاني كثيرة، رغبة الكثير من أبناء غزة في أن يعني تظهر تعاطفها مع الجانب المصري. كنت شاركت في إحدى المؤتمرات والتقيت ببعض شباب غزة في إحدى المؤتمرات في العين السخنة، ولمست أن الكثير منهم لا يعلم الكثير، لا يعلم عما يحدث في منطقة الحدود. طبعا الكثير من أبناء غزة لا يعلمون بالضبط ما يتم في منطقة الحدود، ليس الطرف المصري الذي يتحدث وإنما هي تقارير دولية تتحدث عن صلات وثيقة بين محمد السنوار، وليس يحيى السنوار، قائد الجناح الجنوبي في القسام، علاقته وصلته الوثيقة وتنسيقه المتزايد حتى قبل عدة شهور مع أنصار بيت المقدس. ما شهدناه بالأمس يترجم المعنى المتعلق، مصر لم تتغير لكن غيرنا هو من يتغير. هذا ما شهدناه بالأمس. عادل عبد الرحمن رئيس الجالية المصرية في قطاع غزة في مثل هذه الأيام، في مثل هذا الشهر من العام 2013 جرى اعتقاله من قبل عناصر حماس في العام 2013 وتم اقتحام هذا المقر. ما شهدناه من إشادة بالجيش المصري بالأمس على لسان زكريا الأغا، لا ليس زكريا الأغا وإنما إسماعيل رضوان، ما تكلمش عن وعن الشعب المصري، وجه خطابه طوال الوقت للشعب، ودي نقطة لازم حماس تنتبه ليها لأن هي يعني هي هناك لكن إحنا دولة. على الأقل على الأقل في 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 حادث رفح الأخير وعندما أقيم سرادق للعزاء بشأن شهداء الجيش المصري شارك إسماعيل هنية في هذا الحادث. سيدتي شوف يعني خليني أخلص في النهاية، نحن لا نريد أن نكأ الجراح وإنما نريد أن تترجم الأفعال الأقوال، نريد أن نطوي هذه الصفحة. باختصار شديد فرضت علينا حالة غير قانونية منذ 10 سنوات، لسنا طرفا وسيطا بالمعنى الفني والتقني وإنما نحن طرف ثالث لديه حساباته الاستراتيجية وتوجهاته، ومن حقه أن يحافظ على أمنه القومي، لا سيما وأن حتى مجمل التفاهمات التي رعتها مصر مؤخرا خلال استقبالها سواء للسيد محمد دحلان أو لوفدين من حركة حماس هي تنسجم وحسابات الأمن القومي المصري وأيضا وحسابات المشروع الوطني الفلسطيني. لكن الحقيقة ما نشاهده من مجمل الأطراف الحقيقة عشان نبقى نتحدث بشكل أكثر صراحة من مجمل الأطراف وليس من حركة حماس وحدها، أننا إزاء رغبة في الاستمرار في المهاترات السياسية والمناكفات الفلسطينية الفصائلية والانتصار للمصلحة الضيقة. الشخصية الضيقة على حساب المشروع الوطني الفلسطيني. يعني أنا أستغرب ولنتحدث بصراحة، الآن تتذكر القيادة الفلسطينية أن لديها أوراق تستطيع أن تضغط بها على قطاع غزة، بوحة صوتنا وفي محطات كثيرة شهدنا إما أحيانا عدم اكتراث بما يحدث بالقطاع وكأن الجميع قد يعني بالبلد كده شال الحكاية وارتاح أو عدم رغبة، وأحيانا في كثير أيضا عدم قدرة. تمام. لكن هذه التحركات، هذا الانفعال الزائد عن الحد الحقيقة
اللي هو في شكل امبارح يعني، سواء في قرارات، في إحالة الآلاف من الموظفين إلى التقاعد، في كذا في كذا، الأمر أتصور أنه في انفعال زائد عن الحد. ليس يعني المطلوب الآن أن ينظر الجميع بحصافة أن هذه التفاهمات التي أقدمت عليها القاهرة مؤخرا هي خطوة في الاتجاه يمكن أن نبني عليها جميعا متى خلصت متى خلصت النوايا لإتمام هذه المصالحات الفلسطينية. التفاهمات التي رعتها القاهرة مؤخرا بين السيد محمد دحلان وبين حركة حماس في قطاع غزة، لأنه من حق مصر أن تحفظ أمنها القوم الحقيقة، ومن حق مصر أيضا أن يعني بعد 10 سنوات من الانقسام أصبحت هناك وقائع جديدة على الأرض، لم يعد في الإمكان معالجة الإفرازات السلبية لنتائج هذا الانقسام من غير الانخراط أحيانا في مسارات تكتيكية قد تبدو مفتوحة على إجابات كثيرة جدا. طيب خلينا لا داعي لأن للانفعال الزائد عن الحد الانفعال دي لغة من بعض الأطراف الفلسطينية، هم كلهم شاطرين في الكلام ده. خلينا نرجع لمصالحنا إحنا، البيت الداخلي الفلسطيني والقضية الفلسطينية يعني المشروع الوطني الفلسطيني، زي ما حضرتك ذكرت هو أطرافه كلها يعني شالوا طبقة وبيتأكلوا وبيتضربوا، ده مشروعهم. وإحنا سياسة الدولة المصرية الثابتة إنها ما بتتدخلش، ده شأنهم الداخلي هم عليهم يحلوه. مرتين ذكرت اسم محمد دحلان، ومحمد دحلان شخصية الآن بحكم تراشقاتهم خلافية، يعني لو قلنا داخل منظمة التحرير لا يخفى على أحد الخلاف المنظمي بقيادته مع محمد دحلان. ولو رحنا لقطاع غزة كان هناك يعني صراع قوي جدا أثناء عملية سقوط القطاع عندما كان السيد محمد دحلان مديرا للأمن الوقائي. صحيح. وبالتالي وقد قالت حماس في محمد دحلان ما لم يقوله مالك في الخمر. وبالتالي النهاردة دحلان يقدر يقوم بدور الوسيط في القطاع، يعني حماس قبلت به، ربما السياسة لعبت مصالح يعني. صحيح. ما عنديش مشكلة. صحيح. أسمعها. صحيح. لكن أنا اللي معنية بي والشعب بتاعي معني بي ثلاث حاجات مهمة. أنت ذكرت أن القطاع يتم التخطيط له حتى بعد الحرب الأخيرة على القطاع بعد مؤتمر باريس أن يكون دولة إخوانية، ده بقى يخصنا، أن يكون خاصرتنا الشرقية دولة إخوانية ده مسألة تخصنا. ده علشان نحن نقدر نشتغل عليه يبقى لازم يبقى لينا حضور مختلف لحد ما هم يحلوا مشاكلهم أو ما يحلوهاش، ده شأن يخصهم. ده معناه إيه؟ كل المعاني اللي حضرتك ذكرتيها ربما تترجمها التحركات المصرية الأخيرة سواء في انفتاحها على كل المكونات السياسية والاجتماعية في القطاع على مدار السنة الأخيرة على الأقل، أو حتى في جملة التفاهمات التي رعتها مصر سواء بين مصر وحماس من ناحية أو بين دحلان وحماس من ناحية أثناء زيارة يحيى السنوار. صحيح صحيح. بمعنى أنه شوفي سيدتي، منذ أن وقع الانقسام ما هو السلوك المصري، ما هو جوهر السلوك، حتى معبر رفح الذي تعرضت فيه سمعة مصر إلى التشهير رغم أن موقفنا ينسجم والمصلحة الوطنية الفلسطينية وينسجم والمصلحة القومية مصلحة أو حسابات المشروع الوطني الفلسطيني. إغلاق معبر رفح في ظل الانقسام لم يكن أكثر من إجراء إداري له دلالات السياسية للتذكير بأن قطاع غزة امتداده نحو الناحية الأخرى من الحدود، وأنه لا يمكن ولا يصح نضاليا حتى بحسابات المشروع الوطني الفلسطيني أنه في الوقت الذي إسرائيل تقتل فيه حل الدولتين أن أفك اشتباك غزة مع إسرائيل بالمعنى الديمغرافي، لكن شهدنا مزايدات من تيار الإسلام السياسي، مزايدات من قطر التي وفرت البضاعة المطلوبة لإسرائيل بشأن معبر رفح، وكأنه
لا توجد هناك معابر أخرى بين قطاع غزة وبين إسرائيل يحق فيها للفلسطينيين أن يخرجوا إلى العالم الخارجي بموجب الاتفاقيات التي وقعت بين إسرائيل وبين القيادة الفلسطينية. كل ما كانت تسعى إليه القاهرة هي عودة الشرعية الفلسطينية إلى قطاع غزة، الحفاظ على وحدة المصير السياسي بين الضفة الغربية وبين قطاع غزة. كانت القاهرة تتخوف أن فتح المعبر في ظل الانقسام معناه تكريس الانقسام. طيب في الشكل بتاع امبارح ده أن ظهور يعني كيان ذو بعد اجتماعي، هل من الممكن له أن يرتقي لأن يكون مظلة سياسية؟ يعني ما حضرتك حتى في الكلمات امبارح كلمة زكريا الآغا فيها يعني أداء منظمة التحرير، صحيح. نسمع إسماعيل رضوان فيها أداء الإخوان بامتياز وبيكلمنا كأن احنا شعب ملناش قيادة. وبالتالي هل الكيان العشائري ده على غرار ما يحدث في دول أخرى هيشكل هو مخرج أو طيار ثالث؟ هيقدر شوف سيدتي، ليس الكيان العشائري وفقط، ربما الكيان العشائري مع الجهد الذي تبذله أطراف أخرى كشخص عادل عبد الرحمن في القطاع، ربما يعني مهرجان الأمس رعته هاتين الجهتين، لكن هذا ليس معناه أن مصر لا تنفتح على كل المكونات الأخرى. لا، لدينا علاقات جيدة مع الجهاد الإسلامي، لدينا علاقات جيدة مع يعني هي مشاكلنا مش مع الجهاد ومش مع حياة ما أقصده ككيان، ما لكن أقصده احنا مع روافد كل تيار الإسلام السياسي المتمثلة في السلفية الجهادية اللي عندهم، اللي متمثلة في ممتاز دغمش وجماعته، اللي متمثلة في جماعة أنصار بيت المقدس التيار الفلسطيني، وبالتالي مشاكلنا مش مع دول. لا، عندك تفصيلة تطمني بيها من لقاء يحيى الصنوار في القاهرة؟ ما شوفي سيدتي، التفاهمات التي وافقت عليها حماس هي في جوهرها ايه؟ اللي هو السور اللي بيتبني على الطرف الآخر، المنطقة العازلة، المنطقة العازلة تقريبا حماس أشرفت على الانتهاء منها، وإن كان تنقصه بعض، لم أعتقد في هذه اللحظات التي نتحدث فيها لم يتم تركيب الكاميرات بعد، وما تزال أبراج الحراسة أتصور أنها لم تنتهي. طيب المصريين علشان يقدروا يقبلوا بمعنى المصالح السياسية، المصالح، لازم من باب أولى كانت قيادة حماس الجديدة تشير الى بعض التانلز، بعض الانفاق اللي بتدخل العربيات المصفحه واللي لحد دلوقتي فتحتها مش معروفه فين ولا فين. شوفي يا استاذه اماني، يعني في النهايه نحن عانينا كثيرا من سلوك حركه حماس. الان نحن امام تعهدات. السلوك الحمساوي هو رهن الاختبار في هذه اللحظه. لا اريد ان استبق الأحداث، مش يعني عايزين نحكم عليه، لا نريد أن نستبق الأحداث الآن، لكن بالتأكيد مصر لديها من الأدوات والآليات التي تستطيع في لحظة ما أن تقيم محصلة هذه الأمور في طيب. في نهاية الأمر، لكن في النهاية تفضلي الحالة المصرية، عشان المواطن المصري عايز يطمئن. المواطن المصري عنده دم وقع في كل العمليات اللي شهدتها سينا لحد اخر عمليه، عمليه رفح، عايز يطمئن. خلينا نكلمه مش باللغه السياسيه المتقعره. الان حضرتك بتقول مصر لديها، هل مشهد الامس يقول ان الدوله المصريه بحضورها ده بما لديها جعلت الاطراف الاخرى هي التي تتراجع، وان لم تتراجع بالصوره الكافيه؟ شوفي باختصار، مصر تتواصل الآن مع كل القطاع وليس مع حركة حماس. تمام. وهناك أطراف كثيرة جدا في القطاع لديها الرغبة الأكيدة في تمتين علاقتها بمصر، ولديها بل تتطلع إلى الدور المصري حتى ولو بالضغط على الأطراف، على الفصائل الفلسطينية لإتمام المصالحة وإنهاء هذا الدولة المصرية الانقسام، ولا بتحسبه لعبة مصلحة فقط؟ بالتأكيد لا، أنا يعني كأحد المتابعين لهذا الملف أتصور أن التغيير في المقاربة المصرية التي شهدناها في خلال العام الأخير على الأقل من خلال هذا التواصل مع كل مكونات قطاع غزة، أتصور أنه يحسب لصانع القرار المصري وليس
على صانع القرار. إسرائيل أين هي من ما يعيش كل اللي حضرتك قلته ده؟ إسرائيل تترقب وربما لديها تقديرات وأملي في ألا تمكن الأطراف الفلسطينية المختلفة إسرائيل من تنفيذ من 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 تحقيق هذه الرهانات. بمعنى إسرائيل لديها تقديراتها، من يتابع تقديرات الإسرائيلية في هذا الأمر هم يرون أنه هذه التفاهمات أو هذه الترتيبات أبرمت بين أطراف لا يمكن أن تتلاقى على المستوى الاستراتيجي، ولديها حساباتها ومنطلقاتها المختلفة، ومن ثم هذه التفاهمات لن تنتج سوى ترتيبات مؤقتة سرعان ما ستصطدم المصالح وتعود الأمور إلى سابق عهدها. في الترتيبات المؤقتة دي هل نقدر نقول جملة إنه حماس التي تحكم القطاع؟ شئنا ما بينها هي حماس اللي موجودة، لكن حماس في مأزق أيضا. نقدر نقول بقى ان مشهد الامس مشاركة حماس فيه، حتى المشاركة المتخيلين ان هم حضروا فيها دي، المشاركة دي هي نتاج للي بتعيشه قطر وتركيا، للي بتعيشه قطر وتركيا، وايضا للواقع قطاع غزة الان ومحاصرة التحركات المصرية الأخيرة. لدينا، شوف سيدتي، لم تتغير قواعد اللعبة بالتأكيد في قطاع غزة، لكن المجال العام حول غزة وفي غزة يتغير جزئيا. لدينا الآن حالة جديدة في قطاع غزة، هناك تفاهمات، هناك أدوار سوف تقوم بها عدة أطراف. صحيح حماس سوف تسيطر على الأمن الداخلي، لكن لدينا فريق داخل حركة فتح سوف يقوم بأدوار أخرى وفصائل، وبالتالي لدينا واقع جزئيا يتغير في القطاع. بشكرك شكرا جزيلا، الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ محمد جمعة، شكرا جزيلا. أرجو أن تكون حضراتكم اطمأنيتم، وأن السؤال اللي بدأنا به الحلقة يكون لديكم من الثقة ما يجعلكم على يقين من أن مش مشاهد هي بتغير سياسات الدول، وده مش معناه أن كل مستجد لا يعني يجب تماما أن احنا نستثمره حتى اللحظة الأخيرة. إلى اللقاء.